صباح الخير قناة سامراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم بعيادات دنتال سيتي التخصصية لطب الأسنان. وياكم دكتورة دانيا حسان، أخصائية صناعة الأسنان الثابتة والمتحركة. في عيادات دنتال سيتي طبعا يجون مراجعين هواية عندهم أسنان مفقودة أما كليا أو جزئيا، فيكون الحل المثالي لهم هو التعويضات الصناعية اللي تكون متحركة، يا أما تعويض يكون جزئي أو تعويض كامل لتخم يكون علوي أو سفلي. بالنسبة للتعويضات الصناعية اللي تكون جزئية، فيكون الحل إلها اللي هو التعويض الثابت اللي يطلق عليه بالكران أو البريدج. في حالة أنه عدم إمكانية التعويض الثابت، فنلجأ إلى التعويض المتحرك اللي يكون تعويض كامل أو تعويض جزئي. بالنسبة للتعويضات المتحركة عندنا عدة أنواع، منها التعويضات المتحركة اللي تكون من المعدن التي يطلق عليها الكروم كوبالت بارشال دنتشر، أو اللي تكون من مادة الأكريليك اللي تسمى بالأكريليك بارشال دنتشر، وبها نوع ثاني ويطلق عليه بالتخم الجزئي المرن، فيكون حسب الوضعية وحسب إمكانية المريض. نلجأ لهذه الحلول بإمكانية المريض أن يقدر يأكل أو يتحسن المظهر العام إلى، وخاصة إذا كان شاب أو شابة وتعرضت إلى مشكلة أدت إلى فقدان الأسنان. بالنسبة لكبار السن، فيكون التعويض لهم يكون هو الكومبليت دنتشر، الطقم العلوي المتحرك، يا أما يكون علوي أو سفلي. ويانا اليوم ضيف عزيز علينا، الفنان القدير عدي عبد الستار. طبعا اجانا للعياده انه نريد نسوي له طقم علوي متحرك وسفلي. قبل ما نبلش اي علاج احنا ناخذ الاجراءات اللازمه اللي اذا باقي عندنا جذور او انه يحتاج قلع، وننتظر الى ان يكون اللثه او البو او وضعيه العظم كلش زينه، ونبدي نتخذ الخطوات الخمسه لاجراء الطقم العلوي والسفلي. بداية الفحص طبعا نتأكد في حالة بقاء أسنان أو جذور متبقية، نقلعها بالبداية طبعا وننتظر الهيلينج، ونبدي ناخذ الطبعة الأولية للفك العلوي والطبعة الأولية للفك السفلي. وبعدين طبعا بعد كل تنتهي الطبعة الأولية، نبدي بالخطوة الثانية من الكومبليت دنتشر اللي هي تكون الطبعة النهائية. ثالث خطوة ناخذ الاطباق للمريض اللي هو يحدد لنا الليب سابورت، ونقدر نحدد من عنده الساوند برونونسيشن. الخطوة الرابعة والمهمة اللي هي نشوف المريض شلون ممكن يقدر يحكي بالطقم، شلون ابتسامة المريض بالطقم، ممكن نرفع التجاعيد او الرنكلز اللي تصير عند المريض، كلها نقدر نتحكم بها من نسوي الطقم. الخطوة الخامسة والأخيرة نلبس المريض الطقم ونتأكد من ثباتيته بحلق المريض، وننطي وقت معين وننطي كل الانستركشنز او التعليمات اللي يتخذها في حالة استخدام الطقم، انه راح يتعلم عليه بالاكل خلال 3 اسابيع، ونقول له انه يحكي بصوت عالي به حتى ياخذ شوية شوية يقدر يحكي به. ورا فترة يجينا للتشيك، نسأله في حالة اذا عنده ألم من مكان معين، او في حالة انه دا يحكي دا يصير خلل بي، او دا يوقع من دا يحكي، او من مشكلة عنده مثلا في وضع معين، فكلها هاي كلها بالامكان انه نحلها بشكل بسيط، ونستمر على التعليمات اللي يتخذها حتى يقدر يستعملها اطول فترة ممكنة.